البرش قرفح جنوب قطاع غزة. أجواء حزينة، أجواء بتبكي، ولا واحد فيه الفرحة في عينيه، الكل ماشي وحزين. أجواء في السوق، ما فيش سوق، ما فيش حياة، ما فيش خالص، ما فيش لا أجواء رمضان ولا بيع ولا شراء، أسعار غالية كتير، ما فيش إبضاء، يعني فيش أساس، ما فيش إبضاء أنها تكون غالي ولا رخيصة، يعني فيش إشي متوفر عندنا. يعني بشيء بنسبة ضئيلة، يعني اللحوم الفراخ مش موجودة. كل شهر رمضان بنقضيه في بيوتنا، وانه احنا قاعدين بالخيام، وهذا الخيام احنا عاملينه بايدينا. Thank you.